شكري يشارك في اجتماعات المجلس التنفيذي لوزراء خارجية الاتحاد الأفريقي. السعودية تؤكد استمرارها في محاربة الإرهاب والدول الراعية له. ولجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي تفتح تحقيقا موسعا حول علاقة ترامب المالية. العاشرة صباحا الثامنة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. يشارك وزير الخارجية سامح شكري في اجتماعات المجلس التنفيذي لوزراء خارجية الاتحاد الأفريقي، والتي تعقد تمهيدا للقمة الأفريقية 32 التي يتسلم خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد بمقر الاتحاد بأديس أبابا. وكان شكري قد أكد أهمية تشديد آليات الرقابة والمساءلة لضمان الإدارة الرشيدة لموارد الاتحاد الأفريقي. جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية في الاجتماع المشترك للجنة الوزارية المختصة بتقدير المساهمات ولجنة وزراء المالية 15 خلال الاجتماعات التمهيدية للقمة الأفريقية. تضع مصر تطوير قدرات الشباب الأفريقي في أولوية أجندتها خلال رئاسة الاتحاد الأفريقي، وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا التوجه في العديد من المناسبات، بعدما أكد استعداد مصر لتدريب الكوادر الأفريقية وإنشاء بنية تحتية معلوماتية قادرة على تنمية مهارات الشباب. رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي خلال عام 2019 من أهم محطات علاقة القاهرة بدول القارة، خاصة بعد السياسة المنفتحة التي تبنتها القيادة السياسية لدعم جهود التنمية وأجندة 2063. وعلى هذا النحو تتبنى مصر استراتيجية تدعم دور الشباب وتمنحهم الأولوية على أجندة الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدى إفريقيا 2018 أهمية تطوير البنية التحتية المعلوماتية كركيزة أساسية لدعم تطلعات الشباب الإفريقي وأهداف التحول الرقمي. زيادة التعاون الفني مع دول القارة في مجالات الاستثمار في رأس المال البشري والتحول الرقمي وإدارة التمويلات الدولية والحوكمة ونظم المتابعة والتقييم. إنشاء صندوق للاستثمار في البنية التحتية المعلوماتية بهدف دعم التطور التكنولوجي والتحول الرقمي في القارة، وذلك لبناء اقتصاديات حديثة قائمة على أحدث النظم التكنولوجية. وإيمانا بأهمية تطوير البحث العلمي وتعزيز الوعي الثقافي المشترك بين الشباب المصري والإفريقي والسعي نحو دمجهم في سوق العمل، أعرب الرئيس السيسي خلال جلسة محاكاة الاتحاد الإفريقي عن استعداد مصر لتقديم المنح الدراسية للكوادر الأفريقية بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب. الأكاديمية الوطنية بتقوم بدور كبير، وإحنا مصرين على أن إحنا لأشقائنا في أفريقيا من الشباب ان هم انتم مرحب بكم للحصول على هذه الدورات اللي احنا حريصين في مصر على ان هي تكون بشفافية، تكون بمسؤولية، تكون بجدارة وكفاءة. يعني الشاب اللي هيجي هنا زي الشاب المصري ما بيبذل معاه جهد كبير وبيتم انتقائه بشكل كبير، احنا بقول لكم احنا كمان لأشقائنا في افريقيا احنا مستعدين. وفي هذا الإطار وضعت الحكومة المصرية تصورا كاملا بالبرامج التدريبية المقترحة لتأهيل الشباب الإفريقي وربط رؤية مصر 2030 بأجندة إفريقيا 2063، أجندة متكاملة تحملها مصر إلى القارة الإفريقية لدعم هويتها والدفاع عن استقرارها في مواجهة قوى الإرهاب والظلام والتطرف الفكري. افتتح الدكتور خالد عبد العال وزير التعليم العالي والبحث العلمي أعمال تطوير مستشفى عين شمس التخصصي، حيث شملت أعمال التطوير عدد من الوحدات كوحدة القسطرة القلبية وقسم الأشعة ومبنى الدكتور ومبنى دال بمستشفى بتكلفة بلغت قرابة 200 مليون جنيه. كما صرح
دكتور علي الأنور مدير المستشفى أن المستشفى لا تهدف للربح فلا زيادة في رسوم الخدمة الطبية بعد أعمال التطوير التي تعمل وفق خطة شاملة لتوفير أعلى مستوى من الخدمة. اي مشاكل في الشرايين او الزيادات الحقيقه ده يعتبر يعني مجال جديد في مجال المخ والاعصاب ان انت تشرح الشرايين وانا ممكن احط لغايه مشاكل كتير هنا ممكن احمل البوك الاكسبرت في جايدر كامله دي تخيل ان انت مش اكسبرت زيه فهي كان جايد يو هاو تو دو بالظبط لان ممكن انت بتوجه هنا على الشاشه وعلى بس تعمل عليه ترأس اليوم قداسة البابا طوادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صلوات تدشين كنيسة القديس الأنبا بولا بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التجديدات الشاملة لها. هذا واستقبل محافظ الإسماعيلية لواء حمدي عثمان البابا طوادروس الذي أعرب عن سعادته بزيارة الإسماعيلية وما تشهده من مشروعات قومية ضمن تنمية إقليم قناة السويس. اختتمت فعاليات أسبوع شباب الجامعات في نسخته 12 والذي تستضيفه جامعة كفر الشيخ، وكرم رئيس الجامعة دكتور ماجد القمري الجامعات الفائزة في مسابقات الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية وأنشطة الجوالة والبحث العلمي والتكنولوجي وطلاب الوفود المتميزين المشاركين بالأسبوع والحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى بتسليم الدروع والميداليات. أكد المتحدث باسم الجيش الليبي العميد أحمد المسماري أن تنظيم الإخوان الإرهابي وقطر يسعون إلى إنشاء دويلة متطرفة في جنوب ليبيا، وأشار المسماري في مؤتمر صحفي إلى أن التنظيمات الإرهابية التي يقاتلها الجيش الليبي تتلقى دعما من قطر وتركيا. استعدوا الآن للحقائق الكاملة حول العملية، استعدوا لماذا جماعة الأخوان المسلمين الآن وقطر راكب فيهم الخوف والذعر وأصبحوا يسخروا كل ما عندهم لهذه العملية، عارف ليش وجهوا قوة لحقل الشرارة؟ هم عارفين حقل الشرارة ما فيش إرهابيين، لكن من أجل السيطرة على مطارات ومهابط النفط اللي في حقل الشرارة وحقل حقول أخرى في المنطقة من أجل دعم وإنزال أسلحة وإنزال ذخائر ومن قطر ومن غيرها من الدول لدعم الإرهابيين في هذه المنطقة. أعطيكم الآن نحن ما نقاتلوا، نحن نقاتلوا الآن في مجموعة الأخوان المسلمين اللي قطفيها علي الصلابي من قطر وهي واللي شكل قوة الدروع وقوة أنصار الشريعة، وهذه القوتين تأخذ في رواتب كانت من وزارة الدفاع في طرابلس، تم تشكيلها في بنغازي وفي قوة الدروع في جميع المدن الليبية، وأنصار الشريعة كانت في بنغازي، كانت في درنا، كانت في صبراتة، كانت في عدة مدن أخرى كانوا ينوون إنشائها لجماعة الأخوان المسلمين. هذه المجموعة على فكرة كل من أربعة رام متحالفين الآن في معركة الجنوب، إبراهيم الجدران ويمثل تنظيم القاعدة بالكامل ومجموعات إرهابية من كل المنطقة من أفريقيا من كل مكان، أي واحد من القاعدة يحتضن فيه إبراهيم الجدران من أجل حشد قوة تنظيم القاعدة مع تنظيم الأخوان للسيطرة على ليبيا. هاجموا الهلال النفطي أكثر من مرة.
وقتها قصيرة. والآن نذهب إلى هذا المؤتمر الصحفي لنائب وزير الخارجية الروسي. شكرا. أود أن أقول بأن روسيا وخلال كل مراحل معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى حاولت منح هذه المعاهدة صفات واسعة وموسعة، وتم طرح مثل هذه الأفكار من قبلنا وتم دعمها حتى من قبل الولايات المتحدة، وخاصة في النصف الأول من عام 2000. ولكننا للأسف الشديد اقتنعنا بأن تلك الدول التي تعتبر الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى تعتبر الجزء الرئيس من أسلحتها، فهذه الدول لا تهتم ولا يصب في مصلحتها أن تنفذ هذا الاقتراح بالانضمام إلى هذه المعاهدة. والنقطة الأخرى من إجابتي أنه عندما قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 20 من ديسمبر العام الماضي بالإعلان عن خروج الولايات المتحدة من هذه المعاهدة، وبعد ذلك قام جون بولتون المستشار للأمن القومي بزيارة موسكو وطرح علينا مواقف الولايات المتحدة بهذا الشأن، فتم اتخاذ هذا القرار وفقا للتصريحات الرسمية للولايات المتحدة. عند ذلك ظهرت ملامح رغبة الولايات المتحدة بضم دول أخرى في هذه المعاهدة. نحن أدركنا من تصريحات دونالد ترامب حول المعاهدة الجديدة التي يمكن أن توقع، وأن هذا الاتفاق يجب أن يضم دول أخرى، وهناك اقتراح بإعادة صياغة جدول أعمال مثل هذه المحادثات ووضع خطط لها. أنتم تعلمون أن المحادثات هي متعددة الأطراف، وخاصة في حال كانت المسائل معقدة فلا يمكن لهذه المحادثات أن لا تتطرق إلى وضع اتفاقية. فطالما أنه لا توجد لدينا اتفاقية الآن واضحة لابد من وضع أطر للاتفاق عليها، وعندما تصبح الولايات المتحدة مستعدة لتسليمنا خطة واضحة حول ذلك نحن سننظر في هذه الخطة بشكل إيجابي، ولكن لا يمكننا الآن النظر في عقد أو إبرام معاهدة جديدة في غرفة جيدة. شكرا. السؤال الثاني، وكالة إيران، الولايات المتحدة قررت الخروج من هذه المعاهدة، هل يظهر ترامب عدم رضاه على المستوى الدولي، وكيف يمكن أن تقوم الاتفاقيات فيما بعد؟ شكرا. تعداد الأوراق التي تقوم على أساس ثنائي أو متعدد الجوانب لا ينحصر بخطة العمل لتسوية حول برنامج إيران النووي ومعاهدة صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى. نحن نرى أن السياسة الأمريكية هي واضحة وتظهر مساعيها لتحريرها أو لرفع مسؤوليتها عن بعض الالتزامات، وهذا الاتجاه ينحصر ويؤثر على سيادة وحرية الدول الأخرى ويجري في المجار الذي يكون في مصلحة وفائدة واشنطن. بالطبع إذا تحدثت
تورط تركيا في نشر الإرهاب وتهريب السلاح إلى ليبيا لا يتوقف، حيث صدرت سلطات ميناء القمص شحنة جديدة من الأسلحة تحتوي على مدرعات وعربات هجومية مصفحة لدعم الميليشيات الإرهابية. المزيد في العرض التالي. أصدر القضاء البحريني أحكاما على 11 شخصا بعد إدانتهم بتأسيس خلية إرهابية لزعزعة استقرار البلاد، وصدرت الأحكام بمعاقبة 7 من المتهمين بالسجن المؤبد واثنين آخرين بالسجن 10 سنوات، فيما عوقبت متهمة بالسجن لمدة 5 سنوات وآخر بالسجن لمدة 3 سنوات. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلان رسميا الأسبوع المقبل عن استعادة جميع أراضي تنظيم داعش الإرهابي، وخلال كلمته أمام اجتماع وزراء خارجية دول التحالف الدولي ضد داعش، أعلن ترامب تحرير أكثر من 5 ملايين مدني من عنف تنظيم داعش، مضيفا أن القيادات العسكرية الأمريكية في العراق أبلغته بالقضاء نهائيا على خطر التنظيم هناك. جيش الولايات المتحدة وشركاؤنا في التحالف وقوات سوريا الديمقراطية كلهم قد حرروا كل أراضي التي يسيطر عليها داعش في سوريا والعراق، وينبغي أن يعلن ربما الأسبوع المقبل بأننا قد حررنا 100% من أراضي ما يسمى الخلافة، ولكنني طبعا أنتظر الإعلان الرسمي ولا أود أن أقوله مبكرا. خلال السنتين الماضيتين اتخذنا حوالي 20,000 من الأميال المربعة، حررناها وحققنا نصرا بعد نصر بعد نصر، وطبعا استرجعنا الرقة والموصل. قال عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية بالسعودية إن حكومة بلاده ستستمر في حربها ضد الإرهاب وضد الدول الراعية له، متعهدا بدعم كافة الجهود الدولية والإقليمية في القضاء على التنظيمات الإرهابية وعلى أنشطة الدول المزعزعة للاستقرار في المنطقة. وفي كلمته أمام الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، أكد الجبير التزام المملكة الثابت والمستمر بأهداف التحالف الدولي بما يحقق التعاون والتنسيق بين كافة الدول الأعضاء لمكافحة الإرهاب والتطرف. لم يكن الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة في لبنان بعد أشهر طويلة من المفاوضات وحده ما شغل اللبنانيين، بل كان لتولي المرأة 4 حقائب وزارية من بينها وزارة الداخلية إحدى الوزارات السيادية أثر كبير على الشارع اللبناني. المزيد في التقرير التالي. في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ لبنان، تضمنت التشكيلة الحكومية الجديدة 4 وزيرات في خطوة لاقت ترحيبا كبيرا من قبل المنظمات التي تدافع عن تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية
وتدبير الشأن العام. تيار المستقبل الذي يتزعمه رئيس الحكومة سعد الحريري اختار وزيرتين لتولي حقيبتين من أصل خمس حصل عليها في الحكومة، من بينها وزارة الداخلية التي تولت مهامها رايا الحسن. عم بستلم تحدي، تحدي لأني عم بستلم وزارة الداخلية، وزارة تنفيذ القانون وخدمة المواطن. تحدي أن أكون عقد المهمة يلي أوكلني إياها الرئيس الحريري، يلي وضع ثقته فيي، حملني مسؤولية كبيرة. تحدي لأنه لازم كأول وزيرة الداخلية أنه أثبت قدرة المرأة على تولي حقيبة استثنائية. كذلك اختار التيار الوطني الحر الذي يتزعمه الرئيس العماد ميشيل عون الناشطة ندى خوري لتولي حقيبة الطاقة والمياه، مؤكدة أنها ستمضي قدما في خطة تنمية الاقتصاد الوطني. خطة الاقتصادية الوطنية بترتكز بشكل كبير على نهضة هيدا القطاع. كلنا شركاء بمستقبل وطننا، إذا فشلنا فشل الجميع، وإذا نجحنا نجح الجميع. وتواجه الحكومة اللبنانية تحديات أمنية واقتصادية غير مسبوقة تتطلب توحيد الرؤى بين أعضاء الكابينة الوزارية التي تضم ممثلين من مختلف الكتل السياسية اللبنانية. أغلقت ميليشيات الحوثي مكتب المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر في العاصمة صنعاء، وذلك عقب قيامها بنشر فضائح وجرائم الحوثيين بشأن اعتقال النساء وتعذيبهن والإتجار بأعضاء جرحى الميليشيات. وقال رئيس المنظمة إن ميليشيا الحوثي تقوم بملاحقة كافة العاملين بالمنظمة، مؤكدا أن بحوزتهم وثائق وأدلة على جرائم الميليشيات يقومون بإيصالها للمنظمات الدولية. وأعرب عن أمله في الحصول على دعم لتتمكن المنظمة من تأدية مهامها بشكل كامل. أفادت مصادر يمنية بأن المناطق التي ما زالت خاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية تشهد تفشيا مخيفا لأوبئة جديدة بالتوازي مع التدمير الممنهج من جانب الميليشيات لقطاع الصحة. وفي هذا الصدد أعلنت أمانة العاصمة صنعاء أنها سجلت نسبة وفيات كبيرة من انفلونزا الخنازير، يأتي ذلك في وقت تستمر فيه الميليشيات في نهب المساعدات الطبية الدولية وتتاجر بها في السوق المحلية، فيما تمنع الفرق الطبية التابعة للمنظمات الصحية من تنفيذ حملات تلقيح ضد الأوبئة في مناطق سيطرتها. أعلنت الأمم المتحدة وصول أكبر قافلة مساعدات إنسانية إلى مخيم الركبان القريب من الحدود الأردنية. وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة في دمشق فدوى عبد ربه إن القافلة ضمت أكثر من 100 شاحنة تحمل مواد غذائية ومساعدات طبية. يشار إلى أن المخيم تم إنشاؤه عام 2014 ويضم وفقا للأمم المتحدة أكثر من 50,000 لاجئ هربوا من مناطق سيطر عليها تنظيم داعش. العودة مرة أخرى لافتتاح دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أعمال تطوير مستشفى عين شمس التخصصي. تنضم إلينا الآن مراسلة إكسترا نيوز جاكلين ماهر. إليك جاكلين الكلمة، تفضلي. نعم إيمان، كما شاهدنا في الصورة منذ قليل افتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي هذا المستشفى، وهو مستشفى عين شمس التخصصي الذي شهد عدد من الافتتاحات والتطورات والتجديدات في عدد من الأقسام. ولكن المزيد معي الدكتور خالد عبد الغفار. تحياتي يا دكتور، بارك لحضرتك على هذه الافتتاحات. يعني لو في البداية حدثنا عن أهمية هذه التطويرات والتجديدات لمستشفى عين شمس. طبعا مستشفى عين شمس مستشفى كبيرة جدا، بتخدم قطاع عريض جدا من المجتمع المصري بجانب مستشفيات جامعة عين شمس وكلية الطب.
النهاردة احنا في صدد افتتاح بعض التوسعات الخاصة بجراحات الوجه، جراحات القلب والصدر والأشعة التداخلية وأسطرة القلب ورعاية مركزة زي ما احنا شايفين احنا موجودين فيها النهاردة، مجهزة بأحدث أجهزة تنفس صناعي وأجهزة رعاية. ده يعني ده جزء كبير جدا من المهام. الحقيقة جزء من المجتمع المدني بيشتغل مع الجامعة بدعم سواء عن طريق البنوك أو عن طريق بعض رجال الأعمال المهتمين بدعم المستشفيات الجامعية، لأن الخدمة المقدمة على مستوى مصر في المستشفيات الجامعية الحقيقة مستشفى بتعمل ما يقرب من 18 مليون مريض سنويا، فالعبء تقيل جدا، الإمكانيات محدودة، الميزانيات المخصصة للعمل في عشان نصل إلى مستشفى جامعي بالكفاءة اللي احنا موجودين فيها النهاردة، ده معناه أن محتاج جهد كبير من العاملين عليها والقائمين على العمل، وكمان مجهود من المتبرعين ومن رجال الأعمال والمجتمع المدني والجمعيات الخيرية. فكل دي إضافة لمنظومة العلاج ومنظومة الرعاية الصحية المتميزة اللي بيقوم بها أعضاء هيئة التدريس مميزين في تخصصات دقيقة جدا زي التخصصات اللي احنا بنقول عليها المخ والأعصاب والقلب والصدر والأسطرة والأشعات التداخلية، فكل ده إضافة كبيرة لمنظومة التعليم والتدريب والبحث العلمي بالإضافة إلى العلاج أيضا. يعني مش دي أول مستشفى يا دكتور إن هي تفتتح أو بيعيد تجديدها من أول وجديد؟ يعني شاهدنا برضو مستشفى الدمرداش، وأيضا يعني منذ قليل أيضا تم افتتاح مبنى في كلية أداب عين شمس أيضا. يعني حدثنا عن هذه التطورات في منظومة يعني المستشفيات العامة داخل جمهورية مصر العربية. 110 مستشفى زي ما قلت لحضرتك، ما يقرب من 31 ألف سرير، بيشتغل فيها حوالي 17 ألف عضو هيئة تدريس و7000 أو 8000 هيئة معاونة. ده كم كبير جدا زي ما قلت، فأنا يعني ما يقرب من 200 ألف عملية جراحية بتتم سنويا، 1,250,000 جلسة غسيل كلوي سنويا في المستشفيات الجامعية. طبعا الخدمة الصحية المقدمة، احنا هنا مش بنفتتح المستشفى، لكن احنا بنفتتح بعض التوسعات الجديدة اللي هي مستمرة سواء في جامعة عين شمس او في القصر العيني زي ما كنا موجودين من ايام قليلة، او كنا في اسيوط وفي المنصورة وفي اسكندرية في بنها في طنطا. كل دي قلاع من العلاج المتميز اللي بيقوم بأعضاء التدريس، فبالتالي التطوير والعلم بيتحدث بشكل سريع جدا، وبيعتمد بشكل كبير على الأجهزة والمعدات المكلفة بشكل عالي قوي، مع اعتبار ان احنا الخدمات اللي بنقدمها سواء في المستشفيات الجامعية اللي هي بدون مقابل او المستشفيات حتى التابعة لبعض الجامعات اللي فيها علاج اقتصادي، لكن لازالت هي اقل بكثير جدا من التكلفة، وبالتالي التوسعات والتطوير الدائم اللي بيتم غالبا بالجهود الذاتية داخل الجامعات، وده بيحتاج مجهود كبير قوي علشان نقدر نصل الى ان احنا بنبقى موجودين في مكان البيئة التعليمية والبيئة البحثية والبيئة العلاجية موجودة باحدث اجهزة، لان احنا لازم نكون بنتطور بنفس القدر التطوير اللي بيتم على مستوى العالم. يعني هذه التوسعات والتطورات في تقديم الخدمة الطبية للمواطن المصري ربما سيكون له تأثير على يعني سعر التذكرة التي ربما يدفعها المواطن المصري ليحصل على الخدمة؟ لا، الحقيقة لحد دلوقتي احنا ملتزمين بالعلاج اللي احنا متفقين عليه سواء مع وزارة الصحة في القضاء على قوائم الانتظار، اللي بالمناسبة تلت حالات القضاء على قوائم الانتظار بتتم داخل المستشفيات الجامعية، التنسيق كامل مع مستشفيات وزارة الصحة ومع الأجهزة المعنية في الصحة فيما يخص 100 مليون صحة، المسح الشامل لفيروس سي أو العمل على الأمراض الغير سرية. فإذا احنا بنكمل بعض، الصحة مع التعليم العالي متمثلة في المستشفيات الجامعية بتقوم بهذا الدور دون المساس بحق المواطن، واستعدادا بقى للتأمين الصحي الشامل، لأن احنا التجهيزات اللي احنا بنعملها دي كلها في هيئة بتتم في الصحة علشان تقدر تعتمد المستشفيات التي تنضم إلى منظومة التأمين الشامل. فلابد من الجامعات أو لابد من المستشفيات الجامعية أن تكون مؤهلة بنفس المواصفات العالمية لتنضم إلى المنظومة عن قريب إن شاء الله. أنا بشكر حضرتك، شكرا جدا شكرا الوزير إيمان. كان هذا هو لقنا مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عقب افتتاحه لمستشفى عين شمس التخصص في عدد من التوسعات لعدد من الوحدات. أشكرك شكرا جزيلا وأعود إليك. شكرا جزيلا جاكلين ماهر مراسلة اكسترا نيوز من مستشفى عين شمس التخصصي. أعلنت فرنسا يوم 24 من أبريل لتذكر المذبحة التي تعرض لها نحو 1.5 مليون شخص من الأرمن،
والذي يوافق اليوم الذي أعدمت فيه السلطنة العثمانية مجموعة من المفكرين الأرمن في القسطنطينية. في خطوة جديدة تزيد من توتر العلاقات التركية الفرنسية، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام المجلس التنسيقي للمنظمات الأرمينية في فرنسا أن بلاده ستعلن 24 أبريل يوما وطنيا لإحياء ذكرى الإبادة الأرمينية. وبهذا الإعلان الذي جاء بمناسبة العشاء السنوي للمجلس التنسيقي الأرمني في فرنسا، يكون ماكرون قد أوفى بوعده الذي أطلقه خلال حملته الانتخابية بشأن الإبادة الأرمينية التي وقعت في الفترة ما بين عامي 1915 و1917، واعترفت بها فرنسا في عام 2001 فيما ترفض أنقرة الاعتراف بها. قضية الأرمن كثيرا ما أثارت خلافا بين تركيا وعدد من الدول التي وصفت مجازر قتل الأرمن على يد القوات العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى بأنها إبادة. الأرمن ومن جهتهم يؤكدون أن 1.5 مليون شخص قتلوا بشكل همجي على يد الأتراك قبيل انهيار السلطنة العثمانية، فيما أقر عدد من المؤرخين في أكثر من 20 دولة بينها فرنسا وإيطاليا وروسيا بوقوع إبادة تركية. العلاقات الفرنسية التركية شهدت توترا كبيرا عام 2018 نتيجة لموقف باريس الداعم بقوة للقضية الكردية، فضلا عن ملفات الديمقراطية والحريات الصحفية وحقوق الإنسان المتدهورة في تركيا، والاستغناء عن توظيف الأئمة الأتراك في مساجد فرنسا منعا لتغلغل أكبر للإسلام السياسي ولفكر جماعة الإخوان الإرهابية في المجتمع الفرنسي المسلم بدعم تركي. ذكرت تقارير أعلامية أمريكية أن لجنة الاستخبارات في مجلس النواب سوف تفتح تحقيقا جديدا موسعا لينظر في المصالح المالية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتأثير علاقاته بدول مثل روسيا والسعودية على قراراته وسياساته، متجاوزا بذلك مسألة تأثير روسيا على نتائج الانتخابات الرئاسية في العام 2016. ومن المخطط أن هذا التحقيق الذي سيضم أيضا لجانا أخرى في الكونغرس سوف ينظر أيضا فيما إذا كان ترامب أو أحد شركائه قد سعى للتأثير على سياسات الحكومة الأمريكية لخدمة مصالح أجنبية أو ارتكب أي عرقلة محتملة لمختلف التحقيقات الجارية. ختاما إليكم تذكرة بأهم العناوين. شكري يشارك في اجتماعات المجلس التنفيذي لوزراء خارجية الاتحاد الأفريقي. السعودية تؤكد استمرارها في محاربة الإرهاب والدول الراعية له. لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي تفتح تحقيقا موسعا حول علاقات ترامب المالية. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا جزيلا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.